اهلا وسهلا بكم في قناة جمال بينو. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، تنتمنى تدعموا القناة بالاشتراك ديالكم وبالضغط على جرس ليصلكم كل جديد، وكذلك ما تنساوش جيم وبيراتاج. بغيت نقول لهاد الناس اللي بداو تيهضروا على الماتش ديال المنتخب المصري والمنتخب المغربي بسوء، بركة بركة، ما تكبروا في الفتن وتنشروا فيها. راه هذيك مقابلة عادية ديال كرة القدم، ممكن يوقع فيها أكثر من داكشي اللي شنا. الحمد لله المنتخب المغربي ربح ودا الكأس الإفريقية، والمنتخب المصري حتى هو لعب وبين على أنه عنده إمكانيات قوية، وعلى أن هذا المنتخب بادرة طيبة على المنتخب الأول، بحيث سيقتات المنتخب الأول المصري من هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون بكل تفاني من أجل راية الوطن. بالنسبة لشي مغاربة وشي جزائريين وشي مصريين اللي ضخموا وقائع اللي طرات أثناء هذه المقابلة وتكلموا بسوء على عدة لاعبين مصريين، راه حشومة عليكم، والله تا حشومة عليكم. واش بغيتونا نبقاو مع كاع الدول العربية شد عليا نقطع عليك؟ حاولوا ديروا بحال السياسة الخارجية المغربية التي لا ترد لا على العاقل ولا على الأحمق، إلا إذا كان ما يقال رسمي، وما يقال عبر المواقع ليس برسمي. وبالنسبة لدوك الجزائريين اللي دخلوا ما بين الضفر واللحم، يعني الوسخ ديال الجزائر اللي دخلوا بيناتنا حنا المغاربه والمصريين، لن ولن تغيروا شيء من محبه الشعبين المغربي والمصري لبعضهما. فنحن نعرف المصريين حق المعرفه، والمصريون يعرفوننا حق المعرفة، كما يعرفونكم حق المعرفة، يعرفونكم بمكركم وكذبكم وبهتانكم ونفاقكم ومرضكم بدولة اسمها المغرب. نباحكم لن يجدي شيئا ولن يغير شيئا من الواقع الذي نعيشه نحن الشعبين المغربي والمصري. أنا لا أشمل بكلامي كل الجزائريين، لأن الجزائر متكونة من صنفين، الصنف الأول وهما الجزائريين الأبرار أبناء الشهداء الأحرار، والصنف الثاني هما من يدعون أنهم جزائريين وهم لقطوا من قطارات مني الجيش الفرنسي، وتكونوا على يد شنايدر مؤسس مقاطعة الجزائر، وتم توارد الحقد والكره الذي أرضعهم شنايدر إياه إلى يومنا هذا. لهذا أنصح المغاربة
بأن لا يسقط في مثل هاته الفخاخ المريضة، لأنها لن تجلب سوى العار. العالم كله شاهد مقابلة المنتخب المغربي والمنتخب المصري، وقد نوهوا بقوة المباراة وبتقنيات اللاعبين المغاربة والمصريين، وأشادوا بذلك في أخبارهم وصحفهم. أتمنى أن تكون رسالتي مفهومة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.